أربع تغريدات في أربع ساعات هكذا تداول نشطاء حول العالم كثافة ما نشره مرشد إيران علي خامنئي والتي حملت صيغة مختلفة عن سابقاتها من الوعيد حيث توعد خامنئي هذه المرة برد قاسم لإسرائيل وأمريكا أيضا تصعيد يرفع مؤشر التحذير من أن تنهار محاولات التهدئة في الشرق الأوسط ووسط تكهنات واسعة كشفت تسريبات أن موعد الضربة الإيرانية قد يتزامن مع يوم الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر مما يضيف طبقة من التعقيد إلى المشهد الإقليمي المتوتر كما أضافت تغريدات خامني الأربعة خلال ساعات على منصة إكس المزيد من الجدل حيث كانت عباراته قاسية وواضحة بأن إيران لن تتراجع أمام أمريكا وإسرائيل على حد وصفه ايران على الجانب الاخر توجه اسرائيل تهديدا غير مسبوق حيث هددت هي الاخرى بالرد بشكل غير مسبوق ان قررت ايران تنفيذ ضربه ضد مصالحها هذا وقد اعلنت واشنطن عن ارسال مزيد من العتاد العسكري للمنطقه مما يعزز من احتماليه حدوث مواجهه شامله في حال فلتت زمام الامور في ردود اكثر اتساعا في الاضرار والنتائج وجهة نظر مختلفة وان لم تكن دارجة تقول ان ايران تضغط لان تكون لها الكلمة الفصل ما يعني بحسب خبراء انها خطوة قد تورط نفسها فيها في حال لم تدرس المشهد العام الذي يدشن احتقانا عسكريا غير مسبوق في المنطقة.